العديد من المداخلات الشفوية وكذا. يأتي هذا المنتدى في طبعته الأولى بإشراف طلبة الدكتوراه والشباب الباحث من داخل الولاية وخارجها، المنظم تحت رعاية مخبر BRC داي المحافظة وتثمين الموارد الحيوية الصحراوية، وبالتنسيق مع نادي الأيادي الخضراء، حيث تم تنظيم فعالياته في الأول من ديسمبر الجاري بمركز البحث العلمي بالقطب الجامعي رقم 3. اللقاء الذي تمحور حول موضوع تأثير الموارد الحية والصحراوية لمواجهة تغييرات المناخ. يصادف الذكرى 20 لتأسيس المخبر، وقد حضره مديرو مخابر البحث العلمي ورؤساء الأقسام ورؤساء لجان التكوين في الدكتوراه والأساتذة والطلبة المشاركون. هذا اللقاء البحثي جاء ليؤسس فضاء يعرض نتائج أبحاث طلبة الدكتوراه ويفتح باب مناقشتها وإثرائها وتصويبها، وهي فرصة للتواصل بين جيلين من الباحثين تتيح الإفادة العلمية وتبادل الخبرات والرؤى حول البحث العلمي من أجل تكوين جيل من الطلبة الباحثين يحمل أمانة العلم والعلماء. يتضمن المنتدى الأول لطلبة الدكتوراه والباحثين 4 محاور أساسية، وهي التنمية البيئية للمنتجات النباتية والحيوانية، توصيف وتثمين النباتات والحيوانات الطبيعية، وتطوير وتنمية أنظمة الإنتاج الزراعي. كما قامت بالمحافظة على الوسط الحي وتوصيف الأوصاف وتثمين المنتجات الزراعية. يذكر أن اللجنة التنظيمية لهذا المنتدى أفضت إلى اختيار أحسن 5 مدخلات علمية لتنشر في مجلة المخبر والكلية، كما قامت بانتقاء أحسن ملصقة علمية والتركيبة الكاملة مع اختصاصات كل أعضائها.